اهلا بيكم في فيديو. النهارده هنعمل سبرينج رولز على الطريقه الصحيه، معموله في الفرن، مش مقليه ولا مليانه زيت، وفي نفس الوقت مقرمشه. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه هنحضر الحشوه بتاعتنا. الحشوه هنا اللي هي معموله على الطريقه الصينيه زي ما بناكلها في الفود كورت كده في باندا هاوس. عندنا جزر شرايح بالطول يكون رفيع قوي، وكرومب زي الكرومب بتاع كول سلو كده، وكرومب احمر. هنقطعهم كلهم شرايح بالطول رفيع. تاني حاجة معانا هي شرايح من البصل، برضو نقطعها كده شرايح رفيع. هنيجي بقى على النار، في طاسة، في حلة، اي حاجة، هنحط كده معلقة من زيت الزيتون، وهننزل الاول بشرايح البصل. احنا هنا مش عايزينها تتقلي ولا عايزينها تاخد لون ابدا، علشان ما تبقاش طعمها مقلي ووحش، عشان ما تبقاش تقيلة كمان. احنا عايزين نعملها يدوب تاخد لون خفيف قوي، مش هتاخد وقت خالص على النار. نقلب كده كله مع بعضه، وبعد كده هننزل بالكرومب بتاعنا. هننزل بقى بيه كده دفعات لحد ما ننزل الكمية كلها. خدوا بالكو الكمية هتلاقوها كبيرة او هتحسوا ان هي كبيرة، لا، الكرنب لما بيستوي بيقل خالص في الحجم، زيه زي المشروم مثلا، فهتلاقوا الحبة الكتير دول صفصفوا على حبة صغيرين خالص. فدايما اعملوا بالزيادة علشان على حسب الكمية بتاعتنا، يعني ده كفة باكت كامل من السبرينج رولز. كده انا حطيتها كلها، حطيت الكمية كلها. ناخدهم بقى كده تقليبة علشان الزيت يدخل في كل المكونات اللي عندنا. هنقلبها كده، تمام. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده، هنحط البهارات بتاعتنا، هي ملح وفلفل بس، مش هنحط حاجة تانية. ادي كمان الفلفل، ونقلبهم. هنحط بعد كده المكونين التانيين اللي عندنا، وهم ورشستر صوص والصويا صوص. لو مش موجود الورشستر صوص مش مشكلة خالص، ممكن نستغنى عنه، بس الصويا صوص مهمة لان هي اللي بتدي الطعم زي الطعم الايجين ده. ولو عندنا زيت سمسم ممكن نحط منه نقطتين كمان، بيدي طعم حلو قوي وبيقلب طعمها تماما. ايوه، هنحط كده اول واحد، وبعد كده نحط التاني. احنا كل ده شغالين على درجة حرارة عالية، احنا لسه ما وطناش النار. الصويا صوص اللي عندي هنا تقيلة، خدوا بالكم لو عندكم التقيلة دي تحطوا منها رشة بسيطة قوي، لو عندكم الخفيفة حطوا منها ازيد شوية، هي الاحسن والافضل ان احنا نجيب الخفيفة مش التقيلة دي. هنقلب بقى كده كله مع بعضه. تمام، قلبنا والمكونات كلها دخلت في بعض. هنهدي عليها النار ونغطي عليها لحد اما كل الخضروات تدبل مع بعض. الجزر بقى يبطل القرمشة بتاعته، شايفين بقى شكلهم عامل ازاي. هتاخد مننا حوالي ربع ساعة لعشرين دقيقة على النار، وكده تبقى الحشوة بتاعتنا جاهزة. هنيجي بقى لنوع السبرينج رولز اللي انا استخدمته هنا، ده بالقمح الكامل، ده هيبقى افضل وصحي، وفي نفس الوقت انا حسيت ان هو طعمه احلى بصراحة. ده الباكت بعد ما فكيته. لازم نجيب فوطة مبلولة نبلها كويس ونعصرها، وطول ما احنا بنشتغل لازم نغطي الطبق اللي احنا حاطين فيه السبرينج رولز والطبق اللي احنا هنحشي فيه الاتنين، يعني الحاجة بعد ما تخلص برضو لازم نغطيها علشان ما تنشفش. السبرينج رولز بتنشف في وقت قصير جدا، لازم نغطيها بفوطة مبلولة. هنا بقى انا عندي بيضة حطيت عليها ملح وفلفل عشان ألزق بيها الطرف. لو مش عايزين بيض ممكن نعمل زي عجينة كده صغيرة دقيق على مية، بس لو مش عايزين سعرات ملهاش لازمة اعملوا بتاعة البيض.
هنحط بقى قطعة السبرينج رولز بالشكل ده، وهنحط فيها الحشوة. بلاش تبقى الحشوة كتيرة قوي علشان ما تبقاش تخينة، احنا عايزينها رفيعة. وهنعملها بالشكل ده، هناخد الطرف اليمين والطرف الشمال ونقفل مرة، وبعد كده هنلزق الطرف الاخير بالبيض او زي ما انتوا عايزين بالعجينة بتاعت المية والدقيق، وبس كده جهزت معانا. نحطها ونعمل واحدة كمان. هنحط عجينة السبرينج رولز كده سمبوس سمبوكسة، وبعد كده هنحط فيها الحشوة ونقفل. ما نتكاش قوي برضو على القطعة واحنا بنقفلها علشان ما تتفتحش مننا، ولازم نتأكد ان الطروف اتقفلت كويس برضو. نقفل بقى كده الطرف بتاعها بالبيض وكده تمام. هنا انا خلصت الكمية كلها، هنعملها كلها بنفس الطريقة. وانا الحشو ده مقدار الحشو ده كفى معايا باكت السبرينج رولز كله. ممكن على فكرة نحطها في التلاجة ونقفل عليها بالستريتش لتاني يوم، مفيش مشكلة خالص لو احنا عايزين نجهزها وعندنا عزومة من قبلها بيوم. هنجيب بقى صينية، انا حطيت عليها ورق زبدة ورصيتهم فيها عادي، لزقوهم في بعض وافرشوا عليهم كده نقطة زيت، وبعد كده هتدخلوها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة يعني حوالي 20 دقيقة. هنا قرمشت، لو احتاجت ان هي تتحط عليها الشواية حطوا افتحوا عليها الشواية برضو لحد ما تقرمش ويبقى لونها حلو كده. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. باي باي.